هلا هاي هي الأغنية اللي طلعناها من الصيف بعد ما حفرناه. طبعا كسرت شقفتين بس يعني تصور انه نفس الجودة على ماركت هيلتي او الدوس او الميلوكي، نفس الجودة نفس الانتاج. طبعا هاي بما انه هي 1200 واط المكنة الأساسية اللي هي كومبريسا هي تاشي أساسا. أكبر ريشة أنا بتصور تركب عليها هي 3 إنش. كل ما منزيد قياس الكومبريسا بيزيد قياس الريش اللي بتركب عليها. التعديل بيتم على حسب أكبر ريشة بيستخدمها المستخدم لنعدله المكنة عليها. هلأ أنا طبعا هيلتي دوس الويكي كلهم استخدموا هالقطع هاي. هاتي شو الميزة فيها هاي القطعة انه هي اساسا خفيفة، بعدين في الى مقبض ثاني ممكن تركب عليها الزراع يركب بالجهة الثانية. طريقتها كتير سهلة. يا رحلة صديق.